لاعب الحقيقة بيعطي درس في إمكانية الاستمرارية بنفس التألق واللياقة البدنية العالية. طبعا عمرو الحلواني، يا كابتن عمرو مساء الأنوار. ازيك كابتن مدحت؟ أهلا وسهلا، ومبسوط مع حضرتك جدا، وشرف لي مع حضرتك. ولا كابتن، الله يخليك ربنا يا يخليك عمرو. كابتن. أولا مبروك تعاقدك مع سيراميكا. الحمد لله، طبعا خطوة أنا شايفها خطوة مميزة جدا بالنسبة لي. نادي سيراميكا نادي كبير، اتولد كبير وهيفضل كبير. صحيح، المنظومة على أعلى مستوى من كل المنظومة بصراحة، يعني ناس بروفيشنال جدا، اتعاملوا معايا بكل احترام وكل احترافية. قعدت معاهم من فترة وكلمت معاهم، وكابتن هيثم بصراحة قعد معايا وقال لي خطة اللعب زي أوروبا بالظبط، قال لي أنا محتاجك وخطة اللعب. ومستر معتز اتكلم معايا والمهندس طارق أبو العنين، وخلصنا كل حاجه. والنهارده بالفعل اتفقنا مع اسوان وخلصنا كل حاجه والحمد لله. النهارده النهارده الصبح. ومضيت قد ايه بقى مع سنتين سيراميكا؟ مضيت سنتين مع سيراميكا، موسمين. موسمين كويس، فالحمد حلو لله. قوي. انا شايف اللي هي تجربه ان شاء الله، تحدي جديد وتجربه كويسه جدا مع نادي كبير. ان شاء الله ابقى قد المسؤوليه اللي هم يعني كابتن هيثم والناس كلها اكيد مديها لي ان شاء الله، وانجح معاهم باذن واحد. احمد، مين هناك باك ليفت؟ احمد محسن، احمد لعيب محسن. هايل جدا ولعيب مميز، ولعب معاهم السنه اللي فاتت وعمل ماتشات هايله. من هي الفرقه ولاد كلها النادي ولا لا، جيلهم؟ كان بيلعب في المقصه وجابوا الكابتن هيثم السنه اللي فاتت. يعني هو لعيب مميز، وفي لعيبه كتير جدا مميزه، في صالح جمعه، في محمد ابراهيم، في شادي حسين، في عامر عامر. لا، في لعيبه مميزه محمد وجايبين ابراهيم صفقات. انت قلت؟ طبعا 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 محمد ابراهيم في طبعا. جايبين كمان السنه دي صفقات كويسه جدا. كابتن هيثم برضو منقي صفقات النهارده السنه دي على اعلى مستوى. ان شاء الله السنه دي، يعني انا شايف اللي سيراميكا باللعيبه اللي جابوها السنه دي واللعيبه القديمه، لا ممكن السنه دي يبقى ان شاء الله في حته كويسه باذن الله. قوي قوي ان شاء الله. طب عندنا تقرير عنك نشوفه ونرجع نتكلم. اتفضل يلا. عمرو الحلواني الظهير الأيسر الذي خرج من القلعة الحمراء وخاض تجربة احتراف مميزة في الدوري اليوناني، وعاد إلى مصر مواصلا مسيرة التألق التي سطرها مع الأندية التي لعب لها داخليا وخارجيا، ليصبح واحدا من أفضل اللاعبين في الملاعب المصرية، خاصة بعد التألق الكبير الذي شهده الموسم الماضي من الدوري الممتاز مع فريق أسوان. ولد عمرو الحلواني في 15 مارس عام 1985 بمحافظة المنوفية. بدأ مسيرته بين صفوف فريق الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يصعد لصفوف الفريق الأول ويستمر حتى 2006 ليقرر الخروج لخوض تجربة الاحتراف في اليونان مع نادي أبولون، وظل بين صفوفه لموسمين، ثم انتقل إلى نادي فيريا موسم واحد قبل أن ينضم إلى إثنيكوس. ومع نهاية موسم 2009-2010 انتقل على سبيل الإعارة لنادي يونيكوس. عاد الحلواني للمشاركة في الدوري المصري من بوابة إنبي، وظل بين صفوفه لمدة 9 سنوات، كما تألق أيضا بين صفوف حرس الحدود قبل أن ينضم إلى نادي أسوان ويكتب معه مسيرة جديدة من التألق والتميز. قبل ساعات انضم عمرو الحلواني إلى صفوف فريق السيراميكا، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية ليبدأ رحلة جديدة في مشواره الكروي. خاض الحلواني ما يقرب من 296 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها في الدوري اليوناني والمصري، كما سجل 38 هدفا، واستطاع أن يمنح زملائه 36 فرصة ليحقق 21,086 دقيقة لعب. حقق عمرو الحلواني بطولة الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي مع النادي الأهلي موسم 2005-2006، وكان ضمن كتيبة القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية باليابان. على المستوى الدولي شارك الحلواني في عام 2005 مع منتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة فنجادة ببطولة كأس العالم للشباب في هولندا، كما انضم إلى المنتخب الأول في مارس من عام 2012 تحت قيادة بوب برادلي ليكون ضمن كتيبة الفراعنة الذين خاضوا المباراة الودية أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. طيب خلينا اسالك يا عمرو، قبل ما تروح سيراميكا انا سمعت ان كان في اكتر من نادي اتكلموا معاه. طبعا مين؟ كان في انديه كتير الحمد لله السنه دي، كان في الاسماعيلي وكان في الاتحاد وكان في المصري.
انديه كبيره جدا، شعبيه كبيره جدا، كبيره جدا كابتن مدحت. والله العظيم ليه ما فكرتش؟ وشرف لاي حد يلعب فيها طبعا. خالص والله كابتن، هي المفاوضات هي بس اللي اتعثرت. اسوان كان طالب فلوس كتيره، وهي والوقت، موضوع الوقت كمان برضو. الانديه كلها كانت بتدور على المكان بتاعي، البوزيشن بتاعي. لو اسوان ما كانت في الاول ما كانتش راضيه، كانت ضربه رقم كبير جدا مع الانديه دي. كانوا طالبين كام يعني؟ كانوا طالبين رقم، كانوا طالبين 3 مليون ونص 4 مليون من النادي اللي عايز ياخدك. من النادي اللي عايز ياخدك. كان فاضل لك سنه في اسوان؟ كان ناقص لي سنه في اسوان. اوكي. فكل يوم يا كابتن مدحت لما المفاوضات بتزيد. طبعا المدربين بتجيب. كان اخر يوم النهارده القيد. كان اخر يوم النهارده القيد، واتفقنا على مبلغ مالي اللي سيراميكا دفعته، وكل حاجه بقت زي الفل. اما الانديه كلها اقل بقى من الرقم. اقل بكتير يعني. هم حبوا يتفاوضوا لاخر لحظه، وده حقهم. طبعا عشان نديهم حقهم طبعا بقى. طبعا. وفي الاخر استقريت على سيراميكا. بس شرف لاي حد يلعب في ثلاث انديه دول والله يا كابتن مدحت. طبعا انديه شعبيه عظيمه حاجة جدا. حاجه جميله طبعا. سواء كان المقابل المالي بقى اللي هو كان في التفاوض كان صعب شويه، وكمان مجلس اداره اسوان يا كابتن طبعا ناس محترمين وكل حاجه، بس في التفاوض صعبين شويه في موضوع التفاوض يعني. هم عايزين فلوس يا عمرو. عايزين فلوس يا كابتن، بس في تفاوض في ايدهم يعني جوهره عايزين يسوقوها وياخدوا من وراها، وهذا حق. خليني برضو اقول حاجه عشان نديهم حقهم برضو. انت تألقت السنه دي قوي مع اسوان، يعني بيتهيألي من اكتر مواسمك تألقا. طبعا احسن ولا لا، او صححت في كذا في موسم 2016 برضو كنت عامل الحمد لله، كنت واخد من هدافين ده، وكنت اول سنه اول دور الاول كنت جايب 8 تجوان، وكنت ماشي الحمد لله كويس مع إنبي وكذا سنه الحمد لله. بس السنه دي الحمد لله يعني لمعت قوي يا كابتن. ايوه يعني اجوان واسيستات الحمد لله، والحمد لله عملت حاجه السنه دي حاله الحمد لله. وكمان اسوان يا كابتن وشهم حلو على اللعيبه، يعني نادي اسوان وشه حلو على اللعيبه. الشعب جميل قوي يا كابتن. أوي. انا بحب الشعب ده أوي. وكان نفسي اعمل لهم حاجه السنه دي، نقع في الدوري الممتاز. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعلا، ان شاء الله السنه الجايه يصعدوا تاني ويعملوا حاجه في الدوري الممتاز. هم عندهم اكتر من تجربه صعود وهبوط يعني. بالظبط. لكن في الدرجه الثانيه دلوقتي يعني فرقه جامده جدا في الدرجه الثانيه دلوقتي. فأنا يعني مقتنع ان هم السنه الجايه هيبقوا في الدوري الممتاز يعني ان شاء الله باذن الله. انت السنه اللي قبليها كنت في حرس الحدود؟ كنت في حرس الحدود. فاللي هو اللي قدامنا السنه دي. ده كان في قسم ال لا الدوري ممتاز. فده قبل ما ينزلوا. السنه اللي فاتت في حرس حدود برضو الحمد لله كنت عامل موسم كويس يا كابتن مدحت، جايب حوالي 8 تجوان وعامل حوالي 6 اسيست. السنه اللي فاتت في الحرس برضو كان من المواسم برضو بالنسبه لي كانت حلوه جدا يعني. هل من وجهه نظرك التغيير المديرين الفنيين الكتير اللي حصل في اسوان كان من ضمن اسباب الهبوط من وجهه نظرك؟ والله يا كابتن انا شايف اللي كابتن سامي وكابتن علاء وكابتن بيبو عملوا اللي عليهم يا كابتن مدحت. يعني هو كان في سوء توفيق، كان في بضلك امكانيات النادي برضه يا كابتن مدحت مش بنفس المستوى امكانيات الدوري الممتاز يعني. اما كهما كل واحد ادى الدور بتاعه 100%، بس ما كانش فيه توفيق. يعني لا انا شايف اللي هم كل الناس كان الختام مع الكابتن كشري مش كده؟ لا ده كشري كان في الانتقال. كشري كان السنه اللي فاتت ما قعدوا في الدوري الممتاز. السنه دي كان الختام مع كابتن بيبو اللي هو كان واحد ابناء النادي اسوان. وكان ناقص 7 ماتشات لما كابتن علاء مشي، فهو مجلس اداره حب اللي كابتن بيبو هو اللي يكمل معاهم مع اسوان، عشان كابتن بيبو هو اللي عارف التفاصيل الصغيره اخر 7 ماتشات يعني. كان هو المدرب العام. هو اللي عارف التفاصيل الصغيره واللعيبه وكل حاجه، فهم قال لك خلاص كابتن بيبو هو يكمل 7 ماتشات، ولو قعدنا في الدوري حاجه كويسه، ما قعدناش في الدوري يبقى احنا نأهله للسنه الجايه. ما رحتش قبل كده للمنتخب يا عم؟ رحت كذا مره. قول لي. رحت اخر مره رحت مع مستر برادلي، اللي كنا احنا ساعتها ام بي والاهلي والزمالك، الفرق الثلاث فرق الوحيد اللي كانوا بيلعبوا في افريقيا. احنا كنا بنلعب في الكونفدراليه، واحنا الفرق الوحيد اللي كنا بنشارك على طول يعني. فمستر برادلي كان بيجي على طول، رحت معاه فتره كبيره، رحت حوالي 6 شهور مع مستر برادلي. بس ما لعبتش ماتشات رسميه. لعبت ماتشين بس ساعتها الفتره دي كابتن مدحت ما كانش فيه ماتشات رسميه كتير. كل الماتشات كانت ماتشات وديه، عشان كان الدوري موقوف في مصر، وكان ساعتها ساعه الثوره وكل حاجه. فكنا التجمعات موجودين على طول معاهم، بس لعبت ماتشين وديين. رحنا قطر، ما كانش حتى في ماتشات في مصر خالص يا كابتن، كنا بنلعب ماتشات بره مصر كلها. ماتشات كلها بره مصر لعبنا. رحنا قطر لعبنا دوره وديه، لعبت ماتش او ماتشين منهم، وكنت موجود معاهم بس ما كنتش بشارك يعني، لغايه لما الدوري ابتدى ولعيبه الاهلي والزمالك وكده. فاحنا كمان طلعنا من الكونفدراليه ما بقيناش نلعب بصفه اساسيه زي الاهلي والزمالك، فمستر برادلي اعتمد بقى على لعيبه الاهلي والزمالك. كان مين باك ليفت في الوقت ده معاك في برادلي؟ كان باك ليفت كان عبد الشافي وكان محمد ناصف وانا، احنا الثلاثه. محمد عبد الشافي ومحمد ناصف كان في انبي وانا وانت في انبي برضه. طيب خليني برضو ارجع شويه كده صغيره يا حلواني، ليه قررت الرحيل على الاهلي وخد تجربه احتراف في الدوري اليوناني؟ ساعتها لما طلعت فريق اول مع مستر ماني وجوزيه،
كان ساعتها في لعيبه كتير قوي كابتن مدحت. المركز بتاعه كان فيه لعيبه جامده قوي، كان محمد عماره، كان محمد عباب الله يرحمه، كان احمد ابو مسلم، كان جيلبرتو، كانت لعيبه تقيله قوي. وانا لعبت كاس عالم في هولندا وكان في وكيل يوناني اتفرج عليا هناك فاختارني قال لي تيجي اليونان تحترف طبعا. واتكلمت ساعتها كابتن عادل القيعي وكان معايا الوكيل احمد سويلم واتفقنا ان انا اروح اليونان. وكانت تجربه، كان مستر مانو جوزيه يعني وافق ان انا ساعتها سن صغير وفرصتي في اللعبه كانت ضعيفه قوي يا كابتن. فقلت مع الناس اللي انت قلتهم دول كانت لعيبه وكان الجيل ده برده كان جيل جامد جدا جدا. فانا قلت اخد تجربه. وانا بصراحه كابتن مدحت ساعتها كنت متربي في النادي الاهلي وكنت من عند 10 سنين فما كنتش متخيل العب في حته في مصر غير النادي الاهلي. طبعا. فكنت كان اول انت من ناشئين الاهلي. ناشئين الاهلي من عند 10 سنين، لعبت في النادي الاهلي 10 سنين، طلعت فريق اول عند 18 سنه. فكان كل ما كانش دماغي 1% ان انا العب بره النادي الاهلي خالص. لو طلعت بره النادي الاهلي هحترف. فكان كل تركيزي ان احترف عشان مش عايز العب في اي حته بره النادي الاهلي يعني. فاحترفت 4 سنين في اليونان ورجعت في 2010. ما رجعتش على الاهلي. لا ما رجعتش على الاهلي. كان ساعتها كابتن علي عبد الصادق هو مدير الكوره ساعتها، كان الوزير سامح فهمي عامل فرقه طبعا كان جامده جدا في امبي. وكان المدرب بلغاري، المدرب البلغاري كان ماسك في اليونان وكان عارفني كويس جدا فطلبني. وكابتن عبد الصادق كان هو كان عارفني كويس جدا ما كنت في الناشئين، كان هو ساعتها نائب قطاع الناشئين مع كابتن محمد رمضان. وكابتن ضيا برده كان مدربي، كان مساعد مدرب مع مستر مالدينوف في امبي. فطلبوني بصراحه كابتن علاء يعني وفر لي كل حاجه. وساعتها امبي برضو كانت تقيله قوي كابتن مدحت، كانت يعني كانت فرقه مش اي حد يلعب في امبي يعني. كانوا بينافسوا على الدوري على طول، كنا بناخد مركز رابع. فانا حسيت ان نادي امبي برضو يعني نادي كبير، نادي يعني نفس الخطه بتاع النادي الاهلي. فاخدت قلت خلاص انا موافق. قعدت فتره طويله، قعدت 9 سنين يا كابتن. 9 سنين. 9 سنين في امبي. طبعا اصل امبي يا كابتن انت ما عندكش مشكله. كل حاجه متاحه ليك، من اوضه لبس، من ملعب، من الفلوس الماديه ما عندكش تاخير، الاحترام، ناس بصراحه مجلس الاداره بالمدير الكوره كابتن عمر كل الناس دي محترمه 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 يعني. نادي سيراميكا برضه كابتن بصراحه نفس الفكره. هايل. نفس الفكره. محترمه جدا. اداره كل واحد عارف اللي واللي عليه بصراحه. يعني قعدت معاهم 4 مرات يا كابتن مدحت، مستر معتز وكابتن هيثم والبشمهندس طارق ابو العين، بصراحه ناس محترمه جدا جدا بروفيشنال يعني. طيب خليني بقى اسالك عن سر رجلك الشمال، ما شاء الله الله اكبر يعني. يعني انت بتسدد ضرر يعني. اتصور ان سيراميكا تعاقد معاك علشان اوفراتك وعشان الضربات الثابته. انا لو كوتش اما افكر فيك هفكر فيك في الحتتين دول. طبعا. ان انت اما بتعدي بتعمل اوفرات متقنه ما شاء الله، والضربات الثابته انت بتوجدها باتقان. اتصور انت افضل واحد في مصر بيلعب بشمال وضربات ثابته تلعب. قول لي انت بتتدرب عليها ولا ده باحساسك ولا ايه؟ لا يا كابتن طبعا بتمرن كتير كابتن. بتمرن كتير جدا. بتمرن عليها كتير جدا وبقوي حاجات في الجيم كتير جدا عشان تروح بالقوه دي. وكابتن برضو دايما اقولها يعني الكور الثابته طبعا موهبه بس تمرين تمرين ولازم تذاكر. يعني بتتمرن لوحدك مثلا؟ بتمرن لوحدك كابتن. لوحدك. بتمرن لوحدي وبتفرج كتير برضو وبشوف. وانا كمان كل يوم يا كابتن ما باجي اتمرن بعد التمرين كل يوم بشوط لي حوالي 10 15 كوره 20 كوره لوحدك. لوحدي. آه. كل هدفي مش اجيب جون، انا كل هدفي احطها في حتت معينه. مش مشكله الجون في التمرين. طب ما بتحطش ساتر قدامك او حاجه؟ بحط طبعا. تحط طبعا. بس خد بالك كابتن لو ما فيش ساتر اصعب يا يعني راجل. لو ما فيش حيطه اصعب بجد؟ والله يا كابتن. صعبه جدا. اما لو في حيطه انت خلاص بتبقى شايف والدنيا كلها. بس انا في التمرين ما ببقاش مركز على انا اجيبها جون، انا مركز على حاجات معينه في الجون. عشان لما بتيجي في الماتش تبقى اصعب يعني. الماتش بالنسبه لي يبقى اسهل من التمرين، فانا بصعبها على نفسي في التمرين قوي جدا. والمسافات بتبقى بعيده شويه وقريبه شويه، بلعب من كل النواحي. وفي الماتش نفسه كابتن انا يعني انا في الفاولات كل فاول وليه حاجه تانية خالص. مش مثلا فاول ناحيه الشمال احطها بطريقه معينه خالص. كل سيستم انا بحط الفاول كابتن على نتيجه الحيطه، ده طويل ده قصير، الجون قصير الجون طويل. الجون ضعيف في حته اليمين حته الشمال. انا قبل الماتشات يا كابتن بشوف الجون ايه نقطه ضعفه، ناحيه اليمين ناحيه الشمال. والله طبعا. وضربات الجزاء بشوف هو بيصد فين كتير، بيروح اليمين. بذاكر قبل الماتش بشوف الجون ايه مسته. عشان دلوقتي يا كابتن الكوره الثابته بقت حاجه العالم كله بيعتمد عليها. طبعا الكوره الثابته تجيب بطوله. طب قول لي بقى بتحط يعني عظمه الصابع الكبير، قول يعني اشرحها لي فنيا، بتحط رجلك ازاي؟ سر ده كابتن مدحت. لا ما انا مش هلعب يعني. لا هو بحط وش رجلي اللي هو الامامي كده كابتن بقوه معينه. وش رجلك الامامي الحته دي اللي هي في وش اللي هي بالجنب شويه دي اللي قدام شويه بالجنب دي بحطها بطريقه معينه. بوجهها في الحته اللي انا عايزها.
بالقوة اللي انت عايزها، بالقوة اللي انا عايزها. لان انت لو غرفتها سنة بتعلى 20 متر، وهي لازم تبقى مركز. وكمان كابتن لازم احطها انا بقى، وانا بشوف الاول هشوف احطها من فوق مين بالظبط، من فوق مين من اللعيبة. ممكن بره الحيطة، ممكن جوه الحيطة، ممكن في النص، ممكن من حسب كل واحد، كل ستايل فاول. انا ببوس في 20 ثانية كابتن، بصور الحدث كله في 20 ثانية وابدأ اركز. يعني انا قدامي احسان ان انت صنعت 11 هدف، سيبك من الاهداف اللي انت جبتها عارفين، الحمد لله. لكن صناعتك للاهداف انت بتعدي التلت الاخير وبترفع، ولا بتحب ترفع قبل التلت الاخير خالص كابتن؟ هو في اي لو انا لو ليا فرصه اللي انا ارفع من اي حته برفعها، مش شرط اوصل للنهايه عشان ارفعها، او انا بحس ان الكوره ما تبقى معايا متاحه ان انا ارفع الكروس. بس قبل ما ارفع الكروس برضه كابتن لازم انا ابص الاول اشوف الفيرو بيتحرك ازاي. انا بقى بعمل كونتاكت مع الفيرو بتاعي قبل الماتش، بعامل اقول له انا اما الكوره تجيلي انت بتعالى على القريبه، انت تعالى على البعيده. حتى في الفاولات ببص له في 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 كونتاكت انا والفيرود او المساك او كده، في الفاولات او القرانن او الكور الثابته ببقى انا عامل كونتاكت، اقول له ما بص بصه معينه يبقى انا هحطها لك في القريبه، بص تاني بصه تاني احطها لك في البعيده حسب. متفقين على كده طبعا. لازم نكون متفقين يا كابتن. وفي الماتش نفسه لو انا هعمل كورس في الماتش نفسه، انا قبليها ببقى متفق مع الفيرود، طول ما الكوره معايا وهرفع كورس انت تخليك في القريبه او البعيده، يعني انت بتحب ايه. فانا ببص الاول، مش بعمل كورس وخلاص يا كابتن مدحت. لازم ابص لازم زي كده مثلا. مثلا زي اللي فاتت دي بالظبط. وكمان في اسوان يا كابتن برضو في لعيبه بتلعب بدماغها كويس قوي، كان في محمد جابر بعد ما هو كويس، شبانه اللي راح الزمالك بيلعب بدماغه كويس، هيثم في بيلعب بدماغه كويس. فبرضو انا كنت محظوظ برضو اللعيبه ده كابتن مدحت بتنجح شغلي. طبعا اللي انت بتعمل كورس كويس او بتعمل فاولات كويس لما بيجيبوا جون بتنجح شغلك برضو كابتن، شغلك بيبان يعني. ايوه طبعا. بصراحه لعيبه اسوان في اربع خمس لعيبه بيلعبوا بدماغهم هايلين يا كابتن. جدا جدا جدا. كان انت وعلي معلول انتوا اكتر اتنين عملتوا كروسات جه منها اهداف حقيقه يعني. بالظبط. منتخب مصر بكره، شايف الماتش صعب ولا شايفه في متناول المنتخب؟ ماتش صعب جدا يا كابتن. ماتش صعب طبعا. ماتش ليبيا برضو 6 بونت واحنا 4 بونت، فماتش صعب جدا. وليبيا عندها طموح زي ما احنا عندنا طموح، بس انا شايف ان شاء الله مصر مركزه. المدير الفني مدرب على اعلى مستوى طبعا، محمد صلاح في اعلى فورمه واحسن لعيب في العالم حاليا ما شاء الله. اللعيبه كلها المنتخب مركزين جدا. ان شاء الله بكره ماتش صعب جدا، بس ان شاء الله هنكسب بكره باذن الله. طيب قول لي لو انت الكوتش حط لي الفرقه، طبعا هتحط محمد شناوي ده اكيد. طبعا. كمل. احمد فتحي. احمد فتحي. احمد فتحي. ليه مش اكرم؟ لا احمد فتحي عنده خبره. خبره. احمد فتحي عنده الخبره، لعب ماتشات كتير، ماتشات دوليه، عنده ال 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 لعيب كبير يا كابتن، لعيب كبير في الماتشات دي. ماتش برده بتاع بكره ده ماتش صعب جدا، ما بيخافش، الاجواء دي كلها عاشها قبل كده، فبالنسبه له اكرم عاش الاجواء دي قبل كده مع المنتخب الاول، ممكن عاشها في المنتخب الاولمبي بس المنتخب الاول ما عاشهاش قبل كده. نعم. الاجواء دي، فاحمد فتحي بالنسبه له الحاجات دي خلاص بقت عاديه خالص يعني. اوكي. احمد فتحي، احمد حجازي، الونش، احمد ابو فتوح. احمد ابو فتوح مش ايمن اشرف. احمد فتوح اللي هو جاهز. عشان احمد ابو فتوح ده مكانه، ايمن اشرف مش مكانه، ايمن اشرف مساك بس لعب في شمال كتير، مش مكانه. احنا بكره عايزين نهاجم يا كابتن، احمد ابو فتوح مهاجم هايل يعني، فاللي هو سليم 100% احمد فتوح يلعب يعني. اوكي. ديفندر طارق حامد، عمرو السوليه، في النني وفي حمدي فتحي. انت هتحط طارق وعمرو ولا ليك راي تاني؟ طارق وعمرو السوليه. طارق وعمرو السوليه. وعمرو السوليه وحمدي فتحي عشان النني. هتحط ثلاثه؟ احط ثلاثه يا راجل. ثلاثه كابتن وانت بتلعب على ملعبك؟ مفيش مشكله كابتن، احنا اول الشوط الاولاني نشوف الدنيا فيها ايه. ما هو برضو ليبيا كابتن برضو يعني 6 بونت، انت مش عايز تخسر او تتعادل، انت عايز تكسب. انت عايز تكسب. انت عايز تكسب. عايز تكسب تلعب بثلاثه ديفندرز. ممكن يا كابتن تلعب حسب انت عامل كذا 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 سيستم يا كابتن، ما انت برضو حاطط مجريات الماتش كذا 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 سيناريو يعني. فتحط الثلاثه وقدام محمد صلاح ورمضان صبحي ومصطفى محمد. يبقى كده عبد الله السعيد بره. عبد الله السعيد بره. عبد الله السعيد بره. عبد الله السعيد ممكن نعوزه في الـ في الـ في الشوط الثاني. عشان ممكن عبد الله ما يبقاش 90 دقيقه يعني، ممكن تعوزه في الشوط الثاني مثلا لو حسب النتيجه حسب كل حاجه. بس انا شايف التشكيل ده، انا شايف اللي هو تشكيل. طب ده من وجهه نظرك. هل تعتقد ان هو هيلعب بالتشكيل ده؟ ما اعرفش يا كابتن. ممكن يكون هو عايز يهاجم، ممكن عايز يلعب اتنين ديفندر. ممكن يكون عايز يلعب اتنين ديفندر بس ويلعب باربعه قدام، الله اعلم. بس انا وجهه نظري اللي هو، ما انت يا كابتن برضو انت كل ماتش دخل فيك جون. يعني الماتشات دخل فيك جوان وكل ماتش، فانت لازم تامن. اعمل كذا سيناريو يا كابتن، في كذا سيناريو لازم يتعمل يعني. هو البعض يقول ان ماتش بكره انت لابد تبدا مهاجم بقوه. صحيح ما بيفتحش خطوطي قوي، لكن لابد ان انت تهاجم بضراوه، لانه متوقع ان المنتخب الليبي مش هيهاجمك في البدايه.
ممكن يا كابتن. هو حاسس هو كابتن في اصل كل ما بص يا كابتن انا ليا وجهه نظر كابتن. المدير الفني هو بيذاكر كل السيناريوهات، مش سيناريو واحد، هو بيعمل اربع خمس سيناريوهات وبيجرب السيناريو اللي هو شايفه من الشوط الاولاني او اول 20 دقيقه. والمدير الفني كابتن الكوتش بيذاكر بقى بيشوف ايه العيوب الفرقه الثانيه، ايه ميزاتها، ويبدا بقى يتحرك يجيب حد يودي حد، يعني الحاجات دي يعني كلها. انت عايز يبدا الاول بمبدا الضمان والامان، الضمان والامان الاول. الخساره كابتن قدر الله او لا دخل قدر الله فينا جون او اي حاجه، املنا هتبقى صعبه جدا كابتن عشان ماتش هناك صعب جدا. شوف ثلاثه ديفندر مهنني برضه كابتن، لو او حمدي فتحي وعمرو سوليه بيهاجم بيهاجموا برضه كابتن، يعني فاهم. لو حمدي فتحي او طارق حامد وعمرو سوليه قدامهم، ما برضه عنده الخاصيه اللي هو بيهاجم برضه، ما فيش مشكله. عايز تشيل حمدي فتحي تحط عبد الله السعيد، يبقى ثلاثه ديفندر برضه، عبد الله السعيد بيهاجم برضه، ما فيش مشكله كابتن. يعني انا اشك انه هيلعب بالتشكيل كل واحد ليه وجهه، لكن هي وجهه نظر تحترم ده طبعا. اكيد يعني عمرو ربما لقاء سريع. انا حبيت يعني ابارك لك على سيراميكا وفرقه محترمه وجميله، ونتوقع تالقك زي ما كنت في اسوان يستمر تالقك ان شاء الله، ونسمع عنك كل وانا كابتن مدحت. والله العظيم والله العظيم انا مبسوط انا مع حضرتك جدا، شرف ليا ان انا مع حضرتك والله العظيم. وحضرتك وشك حلو عليا والحمد لله، وان شاء الله اجي لك كتير، وان شاء الله باذن الله السنه دي اعمل موسم ان شاء الله كويس جدا وتحدي جديد، وانا بحب التحدي وبحب الحاجات دي. ان شاء الله هتوفق باذن الله. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك، شكرا ربنا جزيلا. ربنا يخليك. حوار اخير ولكن بعد الفاصل.